يا شباب بنبلش بأهمية الدورة. فملفات الدورة هي حطيت لكم الجلسة الأولى والبرامج تمام. الفكرة كل جلسة بجلستها، وطبعا هدول كلياتهم مرفعون أنا على الكلاود بالجروب. اليوم رح تنضاف على الجروب على الفيس، يعني رح حط لكم رابط الجروب، فمنه أنتم بتعرفوا الجروب. أنا حاطط فيه بوست، حاطط فيه ملفات الدورة، ففيكم أنتم إما تحملوها من على الإنترنت أو شو تاخذوها من هون. بس البرامج الأفضل تاخذوها اليوم من هون. ليش؟ لانه ببساطه حجم برامج تقريبا شيء 8 جيجا او 9 جيجا، فما لك مصلحه تنزلهم من على الانترنت، خذهم من هون افضل. اما الجلسات فراح تترفع كل جلسه بجلستها تمام يا شباب. هي شغله خلصنا نحن منها هلا حاليا. ننتقل لشغله ثانيه. اول شغله يا شباب، انا بهمني بكل اول كل كورس انه تتعرفوا على اهميه الدوره. يعني انت لما تعمل هذا الكورس شو حيضيف لك وشو حيعطيك تمام. فلهيك اول شغله يا شباب، هاي الدوره اهميتها حاليا بسوق العمل. يعني نحن كان من زمان ما كثير يعني تنذكر قصه السكيورتي وقصه انه والله في هجمات خطيره على الشبكه عندنا باي مؤسسه. ليش؟ لانه ما كان يعني كل هالقد الانترنت متشعب بشكل كثير كبير وفايت لهي الدرجه بكل الشركات. اما هلا حاليا فصار هذا الموضوع وارد كثير، وصار في كثير تجهيزات للموضوع. طبعا نحن بالسيسين سكيورتي ما رح نتعلم نهكر، يعني نحن رح نتعلم كم طريقه للتهكير بس كرمال نعرف كيف نحمي انفسنا. اما غالب شغلنا حيكون لا نتعلم على التجهيزات يلي بتحمينا، كيف نبرمج التجهيزات وكيف نعمل كل تعليمات وكل تطبيقات يلي بتحمي الشبكه عندنا والاجهزه اللي مضمومه على الشبكه. فلهيك انا حابب افهمكم يعني اهميه الدوره من خلال اعلانات التوظيف يلي بتنطرح وطالبين فيها هي الدورة بالاسم. اول شغلة بتلاحظوا بسلام بهذا الاعلان كاتب لك انه هو حصرا بده Security Solution Architect و Security Solution Engineer و Security Solution Analyst و Security Solution Technique. طبعا الفكرة من الموضوع انه انت حاليا هدول كلياتهم ما رح تحيط فيهم، انت حاليا فقط رح تحيط بالانجينير تمام والتكنيكان. بس انت باقي المواضيع احنا بنقول لك باخر الدوره اذا بدك تكمل فيها كيف ممكن تحصل عليها. هي اول فرصه عمل. ثاني فرصه عمل لاحظ مثلا كمان هو الشخص نفسه هو معاذ زهراوي، هذا مهندس مصري شغال بمصر بالسعوديه لحاليا، وشخص يعني رائد كثير بالمجال. ليش؟ لانه هو يعني من اوائل الناس اللي كانت تدعو لهذا المجال وتشتغل فيه. بعدين هو حاليا يعني ماسك كثير شركات وكثير مؤسسات بالخليج على هذا النمط. طبعا هو اختصاصه اكثر شيء بالداتا سنتر. لاحظ هون وظيفه كاتب لك بالاسم بده سي سي ان اي سكيورتي سيرتيفايد تمام، معناتها هو بالضبط بده هي الدوره من احد متطلبات العمل. ثاني فرصه هي لاحظ قايل لك كمان هون باحد الوظائف سي سي ان اي والسي سي ان اي سكيورتي ريكوايرد، معناتها بدهم اياها اكيد. والسي سي ان بي سكيورتي شو بريفير. وطبعا هون شو بدهم نتورك سكيورتي انجينير. ما بعرف وين مكان العمل اذا مبين معكم. كمان هون اي لاب بده سي سي ان اي سكيورتي، واذا كان في كمان سي سي ان بي كمان افضل. مكان العمل يمكن احط لك شغل بس 10 ايام، اليوم 500 ريال تمام. كان لازم نعرف قديش الريال اليوم لحتى نعرف بالضبط يعني قديش الشغل جاي بهمها لما مو جاي بهمها. 2016 طيب ايه الاعلانات من 2016 صح، بس هلا في اعلانات 2019 اليوم يعني او 2018. كمان هون بده سي سي اي سكيورتي خبره بس 6-8 سنين، هي يعني بغموا عليها يعني ما بقول تشوفوها تمام. الراتب متوقع 20-25 ألف ريال، يعني انا حاسبها مسبقا عشان انتم لا تحسبوا حالكم. شيء حاليا شيء 4 مليون ليره سعودي تقريبا يعني مش كمان هون بتلاحظ اي لاك بده سكيورتي شو انجينير. هي يمكن مكان العمل بتذكر بالكويت يمكن هيك كاتب لا تحكي جورج جدا. لا جدا هي تمام جدا في مكتب تمام معناتها بالخليج. هون كمان اي لاك بده شو سكيورتي، هي 19 مارس يعني هي السنه تمام. وهون اي لاك بده لاحظ كمان هون بده شو خبرة جيدة جدا بشو بالسكيورتي فيلد، ويمكن هي مكان العمل يمكن انا بتذكر بالكويت هلا مثلا. كمان هي وظيفة عمل ب 4000 ل 5000 دولار بالشهر، وقايل له انه هو شو بده كمان
good knowledge of internet security and data privacy. يعني اكيد شو بده كمان موضوع السكيورتي حاضر الشغل بليبيا هون. اما هون بده سينيور نتورك سكيورتي انجينير كمان الشغل وين بكايرو. سينيور يعني سيسالي تمام. تفضل يا حبيبي. هلا بعدين هون هلا هي وظيفة عمل من سيسكو. هي وظيفة عمل من سيسكو اي لاك انه هو بده كمان سكيورتي نتورك انجينير والشغل وين بدبي. فعن سكيورتي انجينير اول خطوة انت لا تخطوها بهذا الاختصاص مثل ما قلنا لكم هي شو سيس ان اي سكيورتي. حاليا لحد الان ما شفنا ولا اعلان يعني بسوريا بس هلا جايين الاعلانات اخر شيء. كمان هون طالب انه شو يكون سيس ان بي سكيورتي. هي هي من شو من كويت صرنا ساعتين عم ندور عليها. هلا هي اخذها انا من جروب تواصل عنا بسوريا تمام. واي لاك انه بده اضافه لكل هدول المؤهلات مركز على شو اي تي سكيورتي تمام. يعرف يشتغل بشو بالفايروول. فنحن اليوم الفايروول رح نعرف انه داخل بمنهاج سي سي ان اي سكيورتي تمام. كمان هي اعلان انا اخذه شو سي سي ان اي سكيورتي از شو ابلاس. يعني اذا انت مع سي سي ان اي سكيورتي فهذا موضوع شو زياده تمام. ممكن يحسن شو فرصه بالعمل. كمان هي انا صوره اخذها من جديد يعني نزلتها اللي متابع الموضوع بيعرف. فلاحظ اي لاق انه غالب الوظائف اللي هلا مطلوبه من قبل مين وظائف حكوميه بوزاره الدفاع الامريكيه. لاحظ هون شو قايل يا كله شو سي سي ان اي سكيورتي فايرز ذاتيا كمان غير مطلوب تمام. يعني كثير هن بهموا موضوع شو السي سي ان اي سكيورتي تمام. هي فرص العمل حاليا نحن ب سواء بامريكا او بالخليج عرفنا عليها تمام. نجي هلا لفيديو انا جايب لكم اياه. طبعا هذا هو عباره عن فينا نقول مختص بالاي تي طبعا مو هون باوروبا. فبيعمل كثير فيديوهات عنده اكاديمي اسمه نتورك اكاديمي تمام. فهو حط فيديو عم يحكي انه شو لازم انت تعمل دورات تمام بحيث انه تختص وتلاقي شغل بشكل سريع. طبعا هذا الحكي بيشمل اوروبا بس كمان بهمنا تمام. فهو هذا الفيديو انا رح احكر لكم تمام. رح احكر لكم محل ما بدي بالضبط. يعني اي لك هون اول شيء شو تبلش بس سي ان اي راوتينج اند شو اند سويتشينج. بعدين بعد ما تكمل سي ان اي راوتينج اند سويتشينج اي لك الافضل انه شو تعمل سي سي ان بي. بعدين شو قايل لك بعد السي سي ان بي اما بتكمل سي سي ان بي سكيورتي او سي سي ان بي شو داتا سنتر تمام. لاحظ هاي لك بعد سي سي ان بي راوتينج اند سويتشين بتكمل سي سي ان بي سكيورتي او سي سي ان بي داتا سنتر. معناتها خلينا بس لنعرف شو عم نحكي. اول شيء قايل لك سي سي ان اي راوتينج اند سويتشين. بعدين قايل لك بعد سي سي ان اي راوتينج اند سويتشين بنصحك بشو سي سي ان اي سكيورتي او سي سي ان اي داتا سنتر. بعدها حابب تكمل شو قايل لك سي سي ان بي راوتينج اند سويتشينج. بعدين بعد السي سي ان بي اما تكمل سي سي ان بي سكيورتي او سي سي ان بي شو داتا سنتر. الفي سي اي هي دورات من دورات في ام وير دوره من دورات شو في ام وير. بعدين هون قايل لك اذا انت بدك تكمل مجال الشبكات هذا الاختصاص الاكثر طلبا. اما اذا بدك تكمل بمجال اداره الشبكه تمام فهو قايل لك شو اصحاب بالام سي اس تمام. فمعناتها انت فينا تقول التركيبه الرهيبه للموضوع شو هي. اول شغله قايل لك شو لازم تعمل ام سي اس اي تمام. الام سي اس اي هون بس معرف لك اياها شو جوات الام سي اس اي. بعدين بعد الام سي اس اي هون رح يكمل لها كمان عده اختصاصات من بعد ام سي اس اي شو ممكن تكمل. بس اهم شغله نحن بتهمنا بالموضوع انه هو قايل لك بعد السي اس اي شو بتعمل. يعني انا هي النقطه اللي بدي اوصل لها بعد السي اس اي شو بدك تعمل شو ام سي تمام. يعني لاحظ قبل ما يوصل حتى لشو بالام سي اس اي شو قايل له سي سي ان اي سكيورتي. ليش؟ لانه انت بالام سي اس اي كمان رح تتعرض لمواضيع شو سكيورتي. فاذا كنت انت كثير مؤسس فيها وفهمانها بترتاح بالموضوع. عرفتوا كيف؟ هي الفكره من الموضوع. اما هلا يا شباب طبعا بكل اسبوع رح يكون في عندنا مشروع بدك تساوي. يعني انت مثلا اخذت جلسه ثلاثه اربعه ماشي
ثلاثة اللي بعده عندك تسليم مشروع. شو هو المشروع؟ المشروع ببساطة انه كل شيء نحن اخذناه بتسجل فيه فيديو. طبعا هلا انا كل شيء رح ناخذه من لابات عملي، نحن رح ناخذ المنهاج كامل، هلا كل شيء والمنهاج نظري بشكل كامل وعملي بشكل كامل. كل شيء نحن رح ناخذه سواء بالنظري سواء بالعملي، بالنسبة للعملي اللابات كلها رح تصور فيديوهات تمام؟ وتنعطوه هي الفيديوهات، هي اللابات يلي نحن انتم رح تنعطوها بآخر كل جلسة، يوم الأربعاء أنت مثلا يوم الثلاثاء عندك لاب، ويوم الأربعاء شو فيك بيكون عندك؟ كمان لاب. بيجي أنت الثلاثة اللي بعده شو لازم؟ لازم تعطي فيديو هو تسجيل الفيديو نفسه لشو؟ للفيديو اللي أخذته. طيب بتقلي إنه أنت حاليا شلون بدك تعرف إنه والله هذا الفيديو أنا مالي ناسخه من غيري؟ يعني والله في غيري مثلا بعرفه أنا بالدورة صور فيديو، فأنا بنسخ الفيديو بقدمه على إنه أنا قدمته، لأنه أنت ببداية الفيديو رح تسجل صور ما أدرس تبع جهازه، ورح تفتح ملف نصي وتكتب فيه شو اسمه ببداية تصوير الفيديو، فلهيك مستحيل إنه الاثنين يتشابهوا عن طريق ما، عرفت كيف؟ وما حدا رح يدي حاله مشان إنه والله يسجل لك فيديو من أول جديد بس كرمال إنه شو بكره تشوف فيديوهات شغلة كتير ظريفة يعني، موضوع المشروع ولا أسهل، ما تعمل شيء بنوب نوب للموضوع. فلهيك هذا الموضوع بالنسبة لي أساسي. ليش؟ لأنه أنا ما بدي إياك تكون بس هيك تتسمع الدورة وتشوفها إنه حلوة ظريفة يعني وتسليتوا ورحتوا وجيتوا، فأنا ما بيهمني هذا الموضوع، أنا بيهمني إنه تطلع شاغل 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 بإيدك كل شيء أخذ بالدورة. هلا بالنسبة لأن آخر الدورة بتكون أنت عامل لك تقريباً شيء عدد أسابيع الدورة ما بعرف قديش عدد أسابيعها، فبعدد أسابيع الدورة بتكون عامل مشاريع، كل مشروع عليه 10 علامات. فانت اخر الدورة اذا جبت بالمحصلة معدل الدورة اقل من 50% ما بتاخد شهادة، فوق 50% بتاخد شهادة. عرفت شو الفكرة؟ يعني ما بيهمني انه تحضر، يعني ما في تسجيل حضور، احنا تسجيل حضور بالدورة ما في، بيهمني شو تقدم المشاريع. عرفت شو الفكرة؟ طيب هلا بالنسبة لنا شغلة بدكم تنتبهوا على شغلة، انه نحن رح نستخدم رح ندرس دورة 90 سكرت الاصدار شو؟ تاني تمام؟ معناته في فيرجن 1 قديم، في فيرجن شو؟ 2. حلو، نجي للمواضيع اللي رح ناخذها. اي في بعد؟ في اصدار بعد؟ هن كل خمس سنين بيطلعوا اصدار. هذا احدث شيء نزل على السنة. طيب، هي شغلة نحن بالنسبة لنا القسم الأول شو رح نتعلم فيه؟ بالقسم الأول يا شباب رح نتعلم عن شيء اسمه سكيورينج نتوركس. فعليا بهذا القسم رح تاخذ مصطلحات نظريه بالاضافه لتطبيق عملي اقل. ليش؟ لانه هن بهمهم تفهموا مصطلحات اساسيه بعلم امن المعلومات، عشان اذا وين ما مرت عليك تكون انت شو فهمانها. طبعا هي المصطلحات رح تدخلك بجو امن المعلومات وتشرح لك الانواع المختلفه للشبكات كيف نحن بدنا نخطط لنحميها. وطبعا هن بالنسبه لهم عاملين الشابتر هذا نظري بحت، بس انا دخلت عليه كثير افكار عمليه كرمال انه الطلاب يعني تكون عندها هيك شوية تفاعل بالموضوع، ما تفكر انه الموضوع شو خرافات خرافات. هاي الفكرة. نجي للفكرة الثانية. طبعا الشابتر اوتلاين عناوين هذا الشابتر رح تكون اول شيء سكيورينج نتورك ثريتس، يعني بس ببساطة رح نتعلم على اسماء الهجمات، اسماء موجودة بعالم امن المعلومات، كرمال لقدام بس بالشابترات اللي بعدها نكون نحن فهمانين شو عم ناخذ. الشغله الثانيه بالنسبه لنا سكيورينج ديفايس اكسس، بالسكشن الثاني رح نتعلم كيف نحمي الوصول للاجهزه اللي رح تعمل لنا امن المعلومات او اجهزه الشبكه سويتشات وراوترات. طبعا هذا الموضوع رح نتعلم عليه بموضوع متطور، يعني مو مثل ما اخذت سنتين راوتينج اند سويتشين، لا رح يكون رح ياخذ تفاصيل اكثر مثل مثلا الاس اس اتش، رح ناخذ موضوع البريفليج، رح ناخذ مواضيع ثانيه كمان بتهمنا بهذا السكشن. وطبعا بالنسبه للاوتلاين رح ناخذ سكيورنج ديفايس اكسس والرولات والمونيتورينج والمانجينج ديفايس، كمان كيف انت تراقب اجهزه الشبكه من حيث اذا لما يصير اختراق كمان تتعرف عليه. والكنترول بلان رح نشرحها، يعني هي لحالها بدها استفاضه بالشرح، لهيك ما رح ناخذها هلا شو واصلنا فيها. الشابتر الثالث يا شباب، بالشابتر الثالث رح نتعرف على جهاز اسمه ترابل اي بروتوكول، ترابل اي سيرفر. طبعا هذا اخذينه نحن في السينما كان سويتشنج، بس وقت اخذناه نظري لانه ما كان طالبين فيه عملي. هون نحن نشتغل عملي، مو بس عملي، العملي اللي ما رح يكون باكيت ريسر، يعني باكيت ريسر ما رح نفتحه بالسينما سكيورتي للاسف، فرح نفتح برامج كثير 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 رح تستمتعوا فيها، هي جين اس 3 والفي ام وير
وال ACS server as a firewall. فيعني حتلاقي الموضوع كتير شو كتير ممتع. تمام. فلهيك طبعا يعني JNS3 اللي ما بيعرفه هو مثل ال VMware. يعني شلون ال VMware بشغل لك انظمة تشغيل حقيقية بس ويندوزات مثلا ويندوز سيرفر تمام او ويندوز عادي. نفس الشيء بس هلا JNS3 رح يشغل لك انظمة تشغيل حقيقية شو تبع راوترات وسويتشات سيسكو. تمام. يعني الباكيت تريسر هي كانت نظام انظمة تشغيل حقيقية بس في بعض الاختلافات لانه هي بتوفر لك بيئة كتير مثالية. عرفتوا كيف؟ يعني ما بتساوي لك ضغط على الرام، ما بتساوي لك ضغط على المعالج، ما بتعمل لك محاكاة حقيقية بالهاردوير. اما JNS3 بيعمل لك محاكاة حقيقية حتى بالهاردوير. حتى في ناس ما بتقدر يعني ما بتشتري سويتشات وراوترات، ما بتشتري از فايرول، بتشتغل على شو؟ على JNS3. عرفتوا كيف؟ يعني هو قادر يعمل لك انه تشتغل كأجهزة حقيقية كأنك انت جايب الأجهزة الحقيقية الهاردوير نفسها على الشركة عندك. طيب هلا بالنسبة لنا هي بالنسبة للدربل اي هذا السكشن الثالث عن الدربل اي. بالشابتر الرابع رح نحكي عن موضوع الفاير وول. الفاير وول يا شباب بالسي سي ان سكيورتي مخصصين له اربع شباتين عشان لانه تكمله السي سي ان اي سي سي ان بي سي سي اي كمان بيتعمقوا اكثر بشو بالفاير وول. الفاير وول هو عباره عن جهاز فينا تقول هو مثل انتي فايروس ولكن انتي فايروس بيكون عباره عن برنامج بينزل عندك على جهاز الحاسب. اما الفاير وول لا بيجي هاردوير عليه شو انتي فايروس. تمام. طيب بتقلي ليش ما هنن يعني زودوا على حالهم كل فيه وجابوا هاردوير؟ الهاردوير بيكون اداؤه اقوى بكثير من السوفت وير اللي بتكون نزله على سيرفر او على بي سي عادي. تمام. بيعمل لك كثير خيارات بهذا الموضوع واستقرار تمام بالحمايه. اما السيرفر اذا طفى اذا علق اذا عمل اي مشكله فالسكيورتي خبر شو خبر ده. طيب بالنسبه لنا كمان هذا هو سكشن 4. السكشن 5 رح نتعرف على الاي بي اس. الاي بي اس يا شباب هي تقنيه حاليا كثير مستخدمه وكثير مهمه لسبب كثير بسيط. ليش؟ لانه هنا بالنسبه لهم قالوا انه نحن الفاير وول بتعامل مع الفريم من برا لبرا. يعني انه هو من وين جاي؟ لوين رايح؟ تمام؟ يعني بيعمل تطليعه على الداتا بس ما كثير بدقق. هو عباره عن مقارنه فقط، يعني بياخذ هي الداتا بقارنها مع عنده الداتا بيس اشكال الداتا تبع الفيروسات، اذا كان شكل هي الداتا نفس اشكال الداتا تبع الفيروسات معناتها هذا شو؟ فيروس. عرفتوا كيف؟ الفيروسات تطورت لشكل انه صار كثير صعب انه انت تكشفها. تمام؟ يعني بحيث الداتا يعني انت بدك تكشف الفيروسات اعتمادا على الداتا بيس معناتها لازم الداتا بيس على طول شو تكون؟ متحدثه، مضبوط؟ بالاي بي اس فكروا بمرحله ثانيه، فكروا بموضوع اللي فينا نحن نقول له الذكاء الصناعي. كيف؟ قال انهم بيراقبوا البرنامج وتحركاته. سوفت وير معين على الشبكه عم يبعث داتا كثير او عم يبعث داتا لجهاز ما لازم يبعثه له او عم يشتغل يعني حركه الترافيك تبع الداتا اللي عم يتحركها ما لها طبيعيه. بيروحوا هن شو بيعملوا؟ بياخذوه وبيراقبوه عن كثر. الاي بي اس بشكل اوتوماتيكي بيعمل هذا الشيء. لما يكتشف انه هذا ما عم يشتغل شغل نظامي مو وفق العمل تبعه دغري يوقفوا. تمام؟ معناتها انت ما بالضروره انه يكون اسم الفيروس عندك صار. لا، على ادائه، كيف عم يشتغل، كيف عم يتحرك، طرقه. تمام؟ فلهيك الاي بي اس للشركات اللي كان عندها اي بي اس تميزت بكشف الهجمات تبع الفديه بشكل كثير سريع. لانه هجمات الفديه شو كانت عم تعمل؟ رانسوم وير. كانت عم تنزل على جهاز معين بالشركه. بعدين عم تنتشر على كل الاجهزه. تمام؟ وعم تبعت ترافيك غريب. فما كان نحن مضطرين انه يكون عندنا فاير وول او يكون عندنا مثلا انتي فيروس ويكون عنده اسم هذا الفيروس، لانه هو الفيروس على الفيديو كل مره عم ينزل بشو؟ باسم جديد. بمجرد هو عم يتحرك حركه غريبه تم ضغطه ووقفوه على الشغل. فلهيك الناس اللي كان عندها اي بي اس، شركات عندها اي بي اس ما تضررت بموضوع فيروس الفيديو. واللي كمان عندها فاير وول بس بده يكون الفاير وول متصل بالكلاود تبع سيسكو. سيسكو عندها تقنيه اسمها كلاود بتتعرفوا عليها كمان بالكورس. بتقول لك نحن لما نلقط فيروس حول العالم تمام جديد انتشر دغري بيتم نشر خبره لكل الفايروول الموجوده بالعالم متصله بسيسكو كلاود. تمام. بحيث كل الفايروولات شو تعمل؟ تحدث الداتابيز عندك. تمام. طيب هي بالنسبه للاي بي اس كمان رح نتعرف على هي السكشن 5. اما بالسكشن 6 رح نتعرف على شيء اسمه اند بوينت سكيورتي ولاير 2 سكيورتي سبيس. يعني نحن رح نتعرف على الهجمات اللي ما بتقصد السوفت وير، السوفت وير بيجي بطبقه الابلكيشن، اذا بتعرفوا الاوزي موديل بيجي بطبقه الابلكيشن. نحن رح نتعرف كيف نحمي انفسنا على مستوى الطبقه الثانيه.
يعني بالطبقة الثانية في تقنيات بتتذكروا البورد سكيورتي كان بيحمي البورد. فالبورد من خلال الماب، الماب ادرس هو طبقة ثانية. نحن نتعرف على تقنيات ثانية غير البورد سكيورتي، كيف نحن نحمي أجهزتنا اللي بتشتغل على مستوى طبقة ثانية، يعني مثلا مثل السويتشات. في بروتوكولات مثل 802.1x كمان هذا رح نتعرف عليه ونشتغل عليه، بحيث انه انت لو ما كان عندك فاير وول حابب تحمي اجهزتك الشبكه اللي بتشتغل على مستوى الطبقه الثانيه مثل السويتشات، فانت ممكن من خلال بروتوكولات معينه تحمي نفسك لو كان ما عندك شو فاير وول، لان الفاير وول بيجي غالي. فما رح نسس اي سكيورتي بس تمسك الفاير وول وتقول لك خلص الكورس كله على الفاير وول. في ناس ما عندها فاير وول، شو نعمل؟ كمان هلا اخر الكورس انت ما ضروري تشتري فاير وول او تشتري اي بي اس. احنا شلون رح نشتغل؟ رح نجيب لكم فاير وول هاردوير او اي بي اس هاردوير 7 مليون ب 10 مليون، يعني ما رح نشتغل هيك شيء، تمام؟ فلا رح نشتغل على الفي ام وير، يعني نظام تشغيل الفاير وول رح نشغله على الفي ام وير، تمام؟ انتم بتعرفوا وقت تشغل ويندوز 7 او ويندوز 10 على الفي ام وير هو نفس ويندوز 10 ويندوز 7 بتشوفه على اي بي سي هاردوير، تمام؟ فمعناتها انت حتى في ناس كثير شركات انا بعرفها شغال على الفي ام وير، بتجيب نظام تشغيل الفاير وول وبتشغله على الفي ام وير. طيب شو الفرق بين الهاردوير لما تشغله او بين انه تجيب نظام تشغيل شغله على الفي ام وير؟ الفي ام وير شغال على سيرفر، سيرفر وقف صار معه اي مشكله، بتعرف انت ويندوز سيرفر مشاكله كثير قليله قليله قليله، يعني بتعامل مع ويندوز سيرفر بتعرف قديش مشاكل ويندوز سيرفر شو قليله، يعني اذا خليته ما يشتغل لمده 3 4 ايام يعني ما بيعمل اي مشكله، اي مشكله ما بيعملها نوب نوب، تمام؟ فما بده يعني التشغيل كل يوم، يعني يمكن كل يوم لازم يعاد التشغيل لحتى شو تامن انه 100% انه فعلا كل السيرفس شغاله. فلهيك طبعا الهاردوير بيجي اكثر استمرار. للاند بوينت سكيورتي كمان هي اللي نعمل عليها. للقسم السابع عندنا شيء اسمه الكريبتوغرافي سيرفيس وببليك كي كريبتوغرافي. هذا الشابتر او السكشن يعني انا اصاب بالخوف لما وصل لعنده، لانه هو شابتر نظري وفي شويه عملي، بس بحابب يفهمك كيف نحن بنعمل شيء اسمه سيرتيفيكيت، وكيف نحن بنعمل شيء اسمه تشفير وفك تشفير، وكيف من خلال شيء اسمه سيرتيفيكيت امننا على حالنا. فانا ما بكفوا انه انت تطبق لحتى صار عندك شيء اسمه سيرتيفيكيت سيرفر بالشركه، تمام، تعمل وثوقيه من خلاله، لا بده يفهموك انه السيرتيفيكيت نفسه شو حققت هذا الامان بالنسبه لنا. فلهيك هذا الموضوع كثير انا بتعذب فيه، لانه موضوع كثير متشعب وكثير بده تركيز. فنحن نتعرف على تقنيات التشفير فك التشفير بهذا القسم. القسم الثامن نتعرف على الفي بي ان. الفي بي ان مخصصين له اربع شبادر الفي بي ان مخصصين له، لانه انت رح تتعامل مع كل انواع الفي بي ان، تمام، سايد تو سايد والكلاينت تو سايد، وفي عندنا شيء اسمه ريموت في بي ان، وحتى في كمان كلاينت تو كلاينت في بي ان. هن كثير مهتمين بالفي بي ان لسبب كثير بسيط، لانه الفي بي ان بيأمن لك تشفير وحماية للوصل بين أفراد الشركة. طبعاً الويندوز سيرفر اللي أخذ NSA عندي بيعرف إنه كمان فيه يعمل VPN، تمام؟ بس الويندوز سيرفر عم يعمل لك VPN بين سيرفرين، هو فيه يعمل لك بين سايتين، بس كمان لازم السيرفرات عم بوش تكون شغالة، يعني حتى موقع سايت معين بيضل على تواصل مع سايت معين، مين يعمل ربطهم؟ سيرفر من هون وسيرفر من هون. والناتون سيرفرات شغالة ويندوز سيرفر استقرارها كتير شو فظيع، تمام. اما لما تعمل انت تجيب ازا فاير وول هون او راوتر هون او ازا فاير وول هون او راوتر هون تعمل في بي ان بيناتهم باستخدام تقنيات سيسكو، فالموضوع رح يكون كتير 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 مستقبلي، تمام. يعني حتى راوترات سيسكو في بعض الشركات 5 سنين ما طفت شعرة الراوترات وضلت شغالة، يعني مجرد ريلود ما بتحتاج، مجرد ريلود ما بتحتاج. فلهيك موضوع الاستقرار بالنسبه للفي بي ان اللي بيعملنا اياه سيسكو موضوع كتير كتير اقوى. نجي للقسم التاسع، بيقول لك بالقسم التاسع رح نشتغل بالازا فاير وول كونفيجريشن. هلا بالنسبه للازا فاير وول، الازا فاير وول يا شباب اي لك هو قال لك نحن رح نشتغل على الازا فاير وول يلي هو شو 55.05 هو فينا تقول الجيل الاول من الازا فاير وول الشابتر 11. لاحظ بالشابتر 11 نحن وين رح نوصل؟ رح نوصل لشيء اسمه تيستينج، يعني انت ضبطت كل الاعدادات وانبسطت انه انت شو حميت الشبكه، بس انت ما حدا بيقول لك انه انت فعلا حميت الشبكه ام لا، وخير سوى شو الاختبار. فنحن رح نتعلم على عدة أدوات ممكن أنت من خلالها تختبر شو؟ تختبر فعلا الشبكة صارت آمنة أم لا، تمام؟
فطبعا ما رح يعني هن احد الطرق اللي بيستعملوها انه انت بتروح شو بتهكر يعني بعلمك كم طريقه تهكير من خلال انت شو بتشوف انه والله عم تتصدى لهي الهجمات لما لا وفي برامج كمان هي بتحقق لها تختبر الهجمات يعني احنا رح نشتغل على الكالي لينكس ما اذا حدا بيعرف الكالي لينكس الكالي لينكس كمان رح نشتغل عليه يعني رح تشوف شغلات شو عجائب يعني تمام فهي الفكره من الموضوع تمام بالنسبه لنا رح نتعلم على نتورك سكيورتي تيستينج اللي خالصين منها اخر شغله يا شباب بس بدي اذكر لكم اياها هي الكورس كتاب النظامي له هذا هو وانا حطيت لكم اياه بملفات الجلسه وين سكيورتي وهي الكتاب تمام فبتلاحظ الكتاب مكون من كم صفحه من 700 صفحه نحن رح ناخذ كل شيء فيه بالاضافه لشغلات خارجيه تمام انا حابب اذا خلصت الكورس تكثير عشان تعرف انه انت كل شيء تعلمته بسيسكو ممكن تطبقه على اي شركه ثانيه على بورتيجيت على مايكروتيك على في عده شركات كمان شغاله بهذا الموضوع فانت بتاخذ المفاهيم تبع سيسكو وتعليماتها لما تنتقل انت لشركه ثانيه ما رح يختلف الموضوع معك كثير يعني في طالب قال لي انه كل شيء انا اخذته بسيسكو كان تجهيزات الشركه عندهم مايكروتيك ما تعذب بنوب بدنا له قلت اوكي يعني جايبين مايكروتيك اي بي اس هو كان يتعلم على شو على سيسكو اي بي اس فما كثير لا عذاب بالموضوع لانه بالنهايه البروتوكولات نفسها المفاهيم نفسها بس صفى شو الاختلاف بالكومندات وشغلات انه لازم تطبق هيك غير ما لازم تطبق الان رح نتعامل مع الهجمات اللي بتيجي عن طريق الويب وعن طريق شو الايميل يعني هون حاكين اكثر تمام وفي عندنا جهاز اسمه اي بي اس وفي كمان جهاز اسمه دبليو بي اس رح نتعرف عليه شو الاختلاف بيناتهم يعني مثلا احنا رح ندرس الاي اس اي الاي بي اس الاي بي اس دبليو بي اس الازا فاير وول بالاضافه ل نتعرف على لينوكس كالي لينوكس كيف نحن بنعمل هجمات وكمان في عندنا كم راوتر نحن جداد بسيسكو ما كان نشتغل عليهم ب سيسكو راوتر سويتشين كمان رح نشتغل عليهم ايه دبليو دي اس نفس مبدا سيرفر ويندوز هو لا دبليو دي اس عباره عن تجهيزه مثل الازا فاير وول بس تجهيزه ثانيه للحمايه من الويب اختصاصا الحمايه من الويب تمام فهلا يا شباب نحن هيك خالصين